هاي، ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ معاكم ميك اب ارتست ليلى جبريل. الفيديو النهارده هنتكلم ازاي تختاري الفاونديشن بتاعك، درجته، الوانه، وازاي تختاري الكونسيلر. عشان تختاري درجه الفاونديشن المناسبه ليكي، اهم حاجه لازم تعرفيها الاندرتون. الاندرتون بتاعك هو مش ظاهر ليكي، هو مش لون الجلد بتاعك او السكين تون بتاعك، هو الاندرتون ده لون مخفي مش ظاهر لنا. الغير هو مختلف عن السكين تون. السكين تون بيتغير على حسب الحرارة، على حسب يعني في الصيف غير الشتاء، كمان مع على حسب تقدم العمر. فهو السكين تون مختلف عن الاندرتون. الاندرتون لازم تعرفيه علشان تقدري تختاري درجة الفاونديشن المناسبة ليكي. طبعا هو هيفيدك جدا لو عايزه تختاري الميك اب بتاعك، الوان الميك اب بالنسبه للشادو، بالنسبه للليبستيك، بالنسبه للبلاشر، وكمان بيفيدك في اختيار الملابس بتاعتك، وكمان صبغات الشعر. بس احنا النهارده هنتكلم عن الفاونديشن والكونسيلر، فاحنا عايزين نعرف بالنسبه للاندرتون بتاع كل بنت. اهم حاجه تعرفيها ان في ثلاثة اندرتون، هو بارد اللي هو الكول، ودافي اللي هو الورم، والمحايد اللي هو النيوترال. طبعا الفاونديشن بيبقى مكتوب عليه، في الغالب بيبقى مكتوب عليه لو كول بيبقى مكتوب عليه سي، لو وورم بيبقى مكتوب عليه دبليو، ولو نيوترال بيبقى مكتوب عليه ان. احنا بنعمل تيست عشان نعرف الاندرتون بتاعنا. التيست هو لون العروق بتاعتك. لون العروق بتاعتك اذا كانت لونها ازرق يبقى انت كده الاندرتون بتاعك بارد او كول. لو لون العروق بتاعتك خضراء يبقى انت كده الاندرتون بتاعك وورم. ولو لونها على موف يبقى انت كده الاندرتون بتاعك نيوترال. لو الاندرتون بتاعك وورم يبقى انت محتاجه فاونديشن على يلو او اصفر. لو الاندرتون بتاعك كول انت محتاجه فاونديشن على بينك. لو الاندرتون بتاعك نيوترال او محايد بتبقي محتاجه فاونديشن واخد من اللون البينك على اليالو. في تيست تاني تعرفيه ممكن علشان تعرفي بالاندرتون بتاعك، هو ممكن تجيبي اي حاجه او قماشه يعني لونها على ذهبي وقماشه تانيه لونها فضي، وتقربيهم من وشك. لو حسيتي ان اللون الذهبي منورك وخافي عيوبك، خافي عيوب بشرتك، يبقى كده انت الاندرتون بتاعك وورم. لو الفضي او اللون الفضي هو قريب من وشك ومنورك اكتر، يبقى انت كده الاندرتون بتاعك بارد او كول. لو حسيتي اللون الفضي والذهبي لايقين على وشك، يبقى انت كده الاندرتون بتاعك نيوترال. احنا عرفنا زي ما قلت لك الاندرتون بتاعنا ده، احنا قلنا كول اللي هو البينك، او لو انت الاندرتون بتاعك وورم يبقى اللون على اصفر. طيب دلوقتي انت لقيتي كذا درجه اصفر، هتختاري انهي لون اصفر فيهم؟ بتعملي ايه؟ بتحطي مثلا درجه هنا، ودرجه ثانيه ممكن تبقى اغمق او افتح هنا، والدرجه الثالثه هنا، وتحاولي تدمجي كل درجه لوحدها لو وتشوفي الدرجه المناسبه لوشك. يعني انت بتدمجيهم كل واحده لوحدها وبتشوفي الدرجه المناسبه لوشك. ازاي تختاري الكونسيلر بتاعك؟ الكونسيلر بيعتمد على الفاونديشن بتاعك. انت جبتي فاونديشن درجه معينه، لازم تختاري الكونسيلر على اساسها. انت بتختاري الفاونديشن بتاعك، تختاري الكونسيلر بتاعك افتح درجه او درجتين. يا ريت يا ريت لو درجه، لو انت حابه ان انت تنوري اكتر ويبقى تحت العيون ومناطق الهايلايت منوره اكتر، يبقى تختاري درجتين افتح من درجه الفاونديشن بتاعتك. لو عندك هالات غامقه تحت عيونك، بتختاري الفاونديشن زي ما قلت لكم بيبقى افتح درجتين، بس في قبلها بتحطي تعملي خطوه صغيره هي الكوريكتور. الكوريكتور اللي هو بيبقى باللون الاورنج، بتحطيه الاول وتدمجيه بالبيوتي بلندر، وبعد كده بتحطي الكونسيلر بتاعك.
وبكده يا بنات تكونوا عرفتوا ازاي تختاروا الفاونديشن بتاعكم والكونسيلر. لو رحتوا اي محل بعد كده بتاع ميك اب تبقوا عارفين ازاي تختاروا الفاونديشن بتاعكم والكونسيلر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.